صحيح المرة الخامسة اللي لعبنا فيها السوبر في 2016 فاز الزمالك بضربات جزاء، لكن ده كان اللقب الثالث والأخير ليهم حتى الآن مقابل 11 لقب للنادي الأهلي، واحنا دلوقتي في طريقنا للحصول على دستة بطولات من بطولة السوبر. فريق كبير، فريق عظيم، أديله عمري وبرده قليل. في آخر لقاء بيننا وبين نادي الزمالك في بطولة السوبر 2019 على ملعب برج العرب بالأسكندرية، فاز النادي الأهلي على نادي الزمالك بثلاث أهداف مقابل هدفين. أهلاوي أنا والفخر ليا. سوبر يا أهلي. وجه كلمة للفريق والبايلوت. والله احنا ثقتنا فيهم بقت 100% عن الاول. الفريق بقى كويس، اللعيبه بقى كويسه، حافظه المدرب، عارفين المدرب عايز ايه. ان شاء الله خير باذن الله، واحنا متفائلين في المدرب ده خير باذن الله. والله شدوا حيلكم، انتوا فريق جامد وانتوا فريق بطولات، يعني البطوله بتاعتكم ان شاء الله ربنا يوفقهم ان شاء الله. في توفيق من عند ربنا برضك، ساعات الفرق بتلعب بتبقى على اخرها، بيبقى بدلك يعني. فان شاء الله يبقى يوم كويس بالنسبه للنادي الاهلي وجماهيره والمدرب واللعيبه كلهم. انا طبعا اوجه رساله لكل اللعيبه ان يبذلوا كل جهدهم في ارض الملعب عشان يعني ربنا يوفقهم ويفوزوا في الماتش باذن الله ويرجعوا منتصرين باذن الله. التركيز والاصرار والعزيمه والاراده، ويبذلوا اقصى جهد، لكن النتيجه دي بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. هنفرح يعني لما نحس كده كجمهور، اللعيبه بذلت مجهود جامد وفي صبر وعزيمه واراده كده في الملعب، مهما كانت النتيجه بقى هنفرح. ربنا معاكم، ما تخافوش، اهم حاجه ما تخافوش. لازم يكون في ثقه جامده جدا، لان احنا متعودين على الاهلي انه واثق من نفسه جدا وما يلاقوش، يعني ده ماتش بسيط زي اي ماتش هم بيلعبوه، بس ده للأهلي وللمنتخب، لأن دي عندنا مشكلة كبيرة. لما بنلعب ماتش كبير بنقلق منه، بس لا، الموضوع إن شاء الله، إن شاء الله هنكسب. أبطال أفريقيا، أبطال العرب، أندية العالم، فرسان الفريق الأحمر، افرح يا أهلي، العب يا أهلي، ثالث المونديال، حقيقة نعمة، هذا الفريق نعمة تكون أهلاوي هي نعمة. حابب تقول ايه للجهاز الفني واللعيبه؟ هو اهم حاجه ان احنا، هو الجهاز الفني لحد دلوقتي ماشي حلو قوي الحمد لله، ما خسرناش ولا ماتش في الدوري. بس الفكره كلها فايلر مش ثابت على تشكيل، انا ما اعرفش ده صح ولا غلط، انا اكيد مش هعرف، بس هو اكيد ليه وجهته الفنيه. ان شاء الله نكسب الماتش والدوري كده كده في الجزيره يعني. ان شاء الله يبقوا على قد المستوى اللي هم فيه دايما، وان شاء الله يفرحوا جمهورهم ويرجعوا له بالسوبر، وان شاء الله يبقوا عند حسن ظن الجماهير دايما يعني. نقول لهم حافظوا على شكلنا كمصريين بره مصر، وان شاء الله يكون اداء مشرف ويشرف الكره المصريه ويشرف مصر بصفه عامه. أتوبيس الأهلي لما نشوفه في طريقه بيبقى زي السهم للملعب، بيخطف قلوبنا وكلنا بنقول يا رب يا أهلي. السوبر يا أهلي. وكل بطولة بكسبها بطولة جديدة تندهلي. سوبر يا أهلي، سوبر يا أهلي، سوبر يا أهلي، سوبر يا أهلي.